أفضل أجهزة تي في بوكس أقل من $40 في 2017. السلام عليكم وأهلا بكم في أنبوكسنج بالعربي. النهاردة أتكلم عن أفضل أجهزة تي في بوكس تحت سعر $40. كل أجهزة اللي أتكلم عليها النهاردة هتديك أفضل أداء لأقل سعر ممكن. أسعار الأجهزة ما بين $30 و$40. هنبدأ في المركز الخامس، جهاز ستانكس تي اكس 2 ار 2. معالج الجهاز هو روكيت شيب 3229، سي بي يو ارم كورتكس اي 7، 1.5 جيجا هرتز، معالج رسوميات مالي 400، 2 جيجا بايت رامات دي دي ار 3، 16 جيجا بايت ذاكره داخليه، نظام تشغيل اندرويد 6، وسعر الجهاز تقريبا $30. هو يعتبر ارخص جهاز ما بين كل الاجهزه اللي هنتكلم عنها النهارده، واداؤه متوسط الى حد ما. المركز الرابع، جهاز تانكس تي اكس 3 ميني، سي بي يو ام لوجيك اس 905 دبليو، 1.2 جيجا هرتز كور، معالج رسوميات مالي 450، 2 جيجا بايت رامات، 16 جيجا بايت ذاكره داخليه، نظام تشغيل اندرويد 7.1. الجهاز بيدعم 2.4 جي واي فاي، لكن للاسف ما فيهوش بلوتوث. المركز الثالث، الفا وايز اس 95، بروسيسور ام لوجيك اس 905 دبليو، سي بي يو ارم كورتكس اي 53، رباعي النواه، معالج رسوميات 450، 2 جيجا بايت رامات دي دي ار 3، 16 جيجا بايت ذاكره داخليه، نظام تشغيل اندرويد 7.1، 2.4 جي واي فاي، وسعر الجهاز تقريبا $32. المركز الثاني، M96X 2 ميني، بروسيسور ام لوجيك اس 905X كواد كور، سي بي يو ارم كورتكس اي 53، معالج رسوميات مالي 450، 2 جيجا بايت رامات دي دي ار 3، 16 جيجا بايت ذاكره داخليه، الجهاز بيدعم 2.4 جي واي فاي وما فيهوش بلوتوث، وسعر الجهاز تقريبا $38. المركز الاول النهارده هو MX9 Max، بروسيسور روكيت شيب 3328، سي بي يو ارم كورتكس اي 53 كواد كور، معالج رسوميات مالي 450، 2 جيجا بايت رامات دي دي ار 3، 16 جيجا بايت ذاكره داخليه، نظام تشغيل اندرويد 7.1 وكمان ما فيهوش بلوتوث. سعر الجهاز $38. الجهاز ممتاز جدا، اداؤه قوي، حجمه صغير وتصميمه مميز. ده كان استعراض سريع لافضل الاجهزه رخيصه الثمن في 2017. روابط الاجهزه هتكون موجوده في وصف الفيديو. عارف ان بعض الاجهزه ما فيهاش بلوتوث، بعضها تختبر فيها بعض البطء في تشغيل فيديوهات ال 4K، ولكن الاجهزه تعتبر اختيار جيد لاي واحد هيبدا في استخدام اجهزه تي في بوكس او مش عايز يصرف كتير. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو في اي اسئله اكتبوا لي في التعليقات تحت. شكرا على المشاهده، واشوفكم الفيديو الجاي.